السلام عليكم الاخوان، فمرحبا بكم في فيديو جديد. فكتواجدوا كما العاده نهار الاحد سوق قرعه، غندير لكم واحد الجوله نقربكم من الاثمنه اللي كاينه اليوم وفرجه ممتعه. وتحيه للاخوان كاملين، واللي شاف فيديو دار شي جيم كومونتير راه كنجاوب كل شيء. ومرحبا بالجميع وفرجه ممتعه. سالوا القفوزه، كاينه القفيزه التشكيل هذا درجه داير من الفوق. بالنسبه لهذا الثمن ديالو 70 درهم، هذا كيبقى 70 درهم. هذا تقريبا العبار فيه شحال؟ العبار فيه من هنا لهنا شحال؟ 25 ياك، دار فيه 25 بالسرير ديالو، وكاين الكبير ديالو هو هنايا. هذا بالنسبه للكبير، هذا 100 درهم. هذه خدمتها الحداد، مقنين حداد، يخدم كل شيء. هذا 100 درهم كما قلنا، الصغير ديالو 70 ياك، هذا 100 الصغير كما قلنا ديالو 70 اهو كما كتلاحظوا. هاد الكفيز اللي هنا هذا كيبقى 100 درهم، هذا شوك حتى هو العود الروكو، هو كيبقى 100 درهم، وكاله فيه بلاستيك ياك. هاي كما كتلاحظوا الوكاله ديالو، وجاب السرير ديالو، الباب في الجنب ياك، الباب ديالو في الجنب هنايا. هذا الثمن ديالو، هذا 100 درهم الثمن ديالو كما تلاحظوا. هذا فيه الباب بالرسول، فيه القفل والباب بالرسول. هذا نفس الخدمه ديال الاخر، لا الصغير ديالو بحال بحال في الخدمه. هذاك فيه الباب كيطلع وهذاك فيه الباب، هذا الباب بالرسول الاخر الصغير كيطلع. هذا تا هو راه فيه الباب في الجنب. بالنسبه للفوندات، هذه اللي هنا 40 درهم، هذه 40 درهم، هذه العبار ديالها كتكون شي 26 27، هذيك كيجي فيها قفيز صغير ياك. هذه الثمن 40 درهم، هذا القفيز اللي عندنا 50 درهم، هذا كيبقى 50. بالنسبه للكاجوات بقات كاين 20 درهم، كاين 30 درهم. 20 هذه 20 ياك، هذه 20 درهم، هذه 30 ياك، هذه 30 درهم، هي هذه تحت 30 ياك، هذيك 40 درهم، هذه هنا زيد على شويه 40 درهم. عندك حتى بالجمله اللي بغا بالجمله؟ لا اللي بغا مرحبا صوري. تخلينا الميل ديالك 06 33 92 98 58 04 هي بالنسبه للميرا اللي بغا، ولا بغا يصايب شي موديل ولا شي حاجه ماشي مشكله. اللهم يسهل. تحياتي بالنسبه للعشاق الكاكاريكي، كاين بيسه كاكاريكي وكاين كروبلو. هنايا الكاكاريكي شحال كيبقى الثمن؟ شحال؟ 200 درهم الحبة. كروبيو 500 درهم باينين، كروبيو 500، كاين هذا التكير هو اللي كاين هذا. كيبقى 500 درهم، بالنسبة لبيسات أخرين 200 درهم الحبة. هنا كالوبسات لتحت، بالنسبة للوينات كاين إيزابيل فاس بلون بيرلي، هنا الثمن شحال؟ الجملة 150 درهم، الجملة 150، هادو بالجملة 150 درهم، كيبقى الثمن ديالهم. 06 15 78 21 49 في الاخر هو كما كتلاحظوا. بالنسبة للعشاق الوليدات كالوبسات مدرسين، هذا ايوب طالع من تويا، هذه قريبة في الوجادة، هذه قريبة توجد. بالنسبة للثمن ديالها هذه 300 درهم. كاين مازال شي حاجة أخرى تما مدرسين؟ هذا نتيوا هنايا، هذيك السينامون طيب، هادو شحال؟ هادو كيبقاو 280، 280 درهم. لاتينو راه مبريزي، كيبقى 300، لاتينو 300، هادي سوفاج، هادي فوق سوفاج، هادي شحال؟ هادي 200، 200 درهم، هذا مدريسي، اللي فوق الوقاف، هذا 280، هذا شنو هو؟ هذا سوفاج، وهذا هادي سوفاج. البيرلي شحال؟ شحال الثمن؟ 220، 220 لاتينو تو 220. خدنا 100 هذاك 06 19 35 45 57 بالنسبه للميرا. اللهم يسر خويا الشيخ الكرابي الاخر ديالك، خويا الشعر هذا راه خمسة. هادي الثمن، هادي الثمن ديالها غير الزوج والولاد 90 درهم خويا، 90 درهم. الباك فيهم واش معاهم؟ 22 21، الباك 21 ريال وحده، هادي يقول فيهم 2000 درهم، عاطينو 1500. كاينه كوبل اخرى كما تلاحظوا هنايا، التكربينو ياك عين حمراء، عين حمراء كما تلاحظوا.
كير هو هذا اللي هنا ماشي هو اللي من هنا هذا جاي نفس الثمن ياك جاي نفس الثمن ياك شحال اللي كيسول انت تولعوا بالنسبه للكروبيو 300 درهم فاضل هذا راه اختو سولي مهنا اختو حتى هي غتكون هاز الزرعين الحمراء هذا جاي نفس الثمن ياك جاي 2000 درهم هنا بالنسبه لكم في البلاك وينك هذيك العين الحمراء هذيك نتوما تذكر العين الحمراء هذيك راه اختو هذيك اللي سوا اختو نمشي هو اللي هنا اختار هو اللي هنا اختار العين الحمراء هادو تما ماشي اللي عمرك ما كادو بالنسبه للعشاق لي موندارا ندوزو للاخرين ياك هما اللي كاينين البيع ياك هادو اللي هنايا عربي في هلا دونا محمد شحال 18 درهم هنا 18 درهم هنايا 30 درهم هنا الثمن 30 درهم هادو هنا 40 درهم 70 درهم هنا 70 درهم هنا 80 هنا 80 درهم هنا بالنسبه للفرقه محمد كيقول الاخوان بالنسبه للثمن لو كادو 30 هادو 40 الفرق تيكون في الكاليتي وفي الميطاسيون بحال مثلا ديال 20 درهم حنا كنبيعو مع 13 من توفين سلعه ناقصه ماشي شي سلعه هادو هو الفرق اللي كيكون بين الاثمنه الكاليتي هادشي اللي كاين ندوزو هنايا للبيروش هادو 23 درهم هنا 23 درهم هادشي الجمله هادو الاثمنه ديال الجمله هنا 35 هنا 35 درهم بالنسبه للغوغول هنا 30 درهم هنا 30 درهم هنا 70 درهم هنا 70 درهم هنا فيهم الغوغو عين لاتينو كاين كاين البينو بالنسبه للكنار هنا كنار 50 درهم كنار 50 درهم هادو وليدات ياك هادو اللي هنا 70 ياك الثمن ديالهم 70 درهم هادو هنا كبار ياك هادو هنا 70 بالنسبه للبيروش هنا لتحت 30 حتى من ديالهم 30 درهم مخلطين كيما قلت لها هادو كما قلنا لي باش شي حاجه المياه ديال محمد خلينا والله ما يسر 40 56 68 وكرا الجمله ما كنصيفطوش بيها ساوي قول لي هذا كما قلنا الجمله الاثمنه الجمله اخرين دول الدار من السفر هذاك الشيء اللي كاين والله ما يسر خويا محمد تحياتي لك هذاك الصفر هنا شحال كتبقى تقول الاخر ديالها 500 درهم 500 درهم بالنسبه لكوب الكاكاريكي الصفر كاين بالنسبه للكالوبسات ايزابيل كيف كالوبسات الحلبينو 300 درهم 300 درهم 130 درهم كاين الكاكاريكي هنايا الكاكاريكي تيبقى الاخر ديالو بالجمله الجمله كيبقى 150 درهم بالنسبه لكل شيء الجمله اما كيما قلت هذو 150 درهم الثمن ديال الجمله 06 24 44 57 05 هاي بالنسبه للميرا خصو هنا الجمله اللهم يسر الشق الوليدات هنا خالد شوفوا الوينات اللي كاينين كاين وليدات كاين عندنا البينو خويا الناس
40 تعرف السونه ديال 40 شطوه مزيان ماشي شاد السوري ممكن تبقى 250 250 درهم البينو بالنسبه للبيرلي 22 بيرلي 22 وكاين الفناشي اللي هو السينامو كيبقى ب 180 درهم ممكن ما تطلعش بعد ما ليزاز هذاك شمن لون طالع 180 درهم الثمن ديالو شوفوا هنايا خالد الوينات ديال الروز اوبالين تبارك الله الوينات زوينين هنا فرادي ولا كوبلات لا كوبلات كاين جوج كوبلات كاين جوج شنابر بالنسبه للكوبلات اوبالين هاد تاع اورانج هادي كوبل خالد شحال 600 درهم كوبل هادي فين تخدامه وكاين هاد جوج شنيبراش باك 2023 شنو باك يعني يلا عندي واحد الشورت طيبه 4 شهور المهم اللي بغاهم تواصل معايا في كمال ما نقولش وكاين هاد الكوبل هادي كتبقى 500 كوبل كاين اوبالين في ازرق وهنايا اوبالين حمر راس حمر خضراء هادي اوبالين شحال هادو هادي زعما 500 درهم شي حاجه مرحبا اللي باش حاجه كيما قلت لك هذا ما كاينش مشكل راه ما كاين مشكل شي واحد هذاك الشيء اللي كاين هنايا تيركواز كاين تيركواز باك 2022 لاديين كيبقى 1700 درهم هذا عنده لاديينات باك 2023 كيما قلنا 2022 هنايا هنا باقي شي حاجه تما كاين هذا الوليد هذا ديال الكالوب كيبقى ب 200 درهم 200 درهم شاد السونا مزيان شاد كيبقى كيما قلنا 200 درهم ياك هنايا بالنسبه للزانس هذا فرادي الزانس تخير هذا عفوا نشيوا هذا اللي تبع الكار ديالها دابا ياك هذا نشيوا شحال 180 درهم ياك هذو اللي تحت هذو هنا شنابر بالنسبة للشنابر شحال؟ شحال واحد هادو شنابر؟ بالنسبة للخضر كيبقى 130 درهم الكانر هنا خالد؟ الكانر 70 درهم هنا الكرة وانت وياك كيبقى الثمن ديالهم 70 درهم كاين هنا في الجلوستر جلوستر 120 درهم البياس 120 كاين 2021 2022 2023 هما كما كتلاحظوا وكاين الموالو كوبل الموالو ان شاء الله تعطي الكاش ديالو بلا شك الكاش ديالو وليدات غنخدموش الثمن الثمن ديالو الثمن 250 درهم كيتبقى الثمن ديالها كما قلنا اللي بغى شي حاجه تواصل مع خالد خالد خويا النمره ديالك النمره 06 03 27 09 42 هاي بالنسبه للنمره اللي بغيت تواصل مع خالد 06 03 27 09 42 اللهم يسر خويا خالد تحياتي بالنسبه خالد عنده واحد الباج فيسبوك عالم طيور خالد هاي اللي بغى يدخل يتولى على كل تولع مع الاخوان ومرحبا بالجميع كيف فاتت طوالت البيت اما ياك اللهم يستر خويا خالد تحياتي باطوم كاين البياسات هادو هنا بالنسبه هنا الثمن ديال كاين صغار وكبار هناك الثمن ديال صغار 600 درهم كوبل كوبل كبيره كاين داك التكراولي الاحمر ياك المتوال البيضاء هي اللي من هنا اللي من لهيه هادوك 1000 درهم المهم ما تلاحظوا هنايا 200 درهم ثلاثه 200 درهم ثلاثه هنا تريو تبقى 200 درهم دوزو لبراهمه حرك حرك هنا هادو يبان هنا شحال عندهم تقريبا في العمر هنا 3 شهور هنا الثمن 300 درهم هنا الالوان اللي كاينين كاين براهما بورسولان هذاك اللي مزوق البيض 100 فلور بورسولان 100 فلور البيض بحال الكايوتي الكايوتي بنفس الثمن ياك بحال بحال 300 درهم كيبقاو البياس كما تلاحظوا هنا براهما بارك براهما بارك هاي كما تلاحظوا تكير هو اللي من هنا وانت هو اللي من هنا هادي شحال كتبقى الكوبل براهما بارك هادي كتبقى 1200 درهم ها هي حطات البيضه راه كتبيض ها هي البيض ديالهم شحال كيدير تقريبا كنبيعو ب 40 درهم 40 درهم كيبقى البيض هذا بالنسبه للبراهما بارك راه كيجي بحال هكا مطربش من الفوق ممكن ما تلاحظوا
التليفون 06 04 79 89 46 هاي بالنسبه لما بغيت تواصل في الواتساب وابيلك لا ما يصير تاع الشق الدواجن هنا يا زوير في ناكازاكي ناكازاكي كاين في الفلوس السلبريت اه ملي كاينين هنا صافي كاين سيرفر في ناكازاكي اه ميل فلور السلبريت هنا كاين فيون هنا الثمن الثمن تاع ناكازاكي ناكازاكي 1000 ريال والسلبريت 70 ريال في يومين هادو في يومين كاين سويت 25 25 هنا يا ناكازاكي 200 درهم كاينه الدكوره هنا ياك اه 200 درهم بالنسبه لناكازاكي هاد الكيار ديال السيرفاج حتى هو 200 درهم هاد ناكازاكي بحال السيرفاج كيبقاو 200 درهم الواحد زوين هنا بالنسبه للطوس هنا تريو كيار وجوج متوات كيبقاو 600 درهم 200 درهم كيبقاو البياسه بالنسبه هنا البيض ديالها هذا كاين غير الفيومي وكاين البراهمه بالنسبه للفيومي شحال؟ الفيومي 5 دراهم 5 دراهم والبراهمه البراهمه 20 درهم هذا بلدي هذا شحال؟ 120 درهم هنا كاين تريو ديال الفيومي هذا قرابين البيض شويه هي هذيك اللي من هنا بادو تكير لها ونتوا الاخرى ياك كاين تفرج وثلاثه تفرج وجوج دجاج 200 درهم الثمن 200 درهم ياك هنايا هنا هذه نتوا ديال الهولنديز 200 درهم 200 درهم بيبي هنا بيبي هذاك 6000 ريال يبقى 300 درهم البراهمه كوكلا 600 درهم كاين راهو من هنا ونمشي هو اللي من هنا هذوك كيبيضوا ياك 600 درهم كوكلا كاين هنا تريو ديال الحجر الابيض هذا ذكر ذكر هو اللي من ياك جوج نتوات ديال الحجر الابيض هذوك كيبيضوا تريو بشحال هذو التريو هذو 9000 ريال 9000 ريال كيبقى 450 درهم كاين الدجاجه بلديه هذه اللي هنا هذيك تاعي دجاج بلدي شحال هذوك دجاج بلدي 1000 ريال 50 درهم كيبقاو كاين هذا الخير ديال القنيه ساور شحال الزوين هذا 70 درهم 70 درهم كيبقى الثمن هذوك هذا حتى ما دوز كاين هذا حتى هو 300 درهم راه ما تخير 300 كاين هذاك بادو شامو حتى هو 300 درهم 300 درهم بالنسبه لهنا دوك هاد فيساج كاين هنا فيساج هادو فيساج هادو فيساج ديال الحجر شحال الثمن ديالهم 20 درهم 20 درهم بالنسبه قلنا هنا 150 درهم البياسه زوج من ذاك خويا هانتو زوج ديال الارتينا كاين اللي تاهو باغي نبيعو هانتو تاهو باغي تباع تحياتي مزيان هادو زوج اخوان بالنسبه للماعز البين كاين هاد المعيزه هادي باقا صغيره هادي الثنية هاكا دار دار قول لي هادي دار ثنية شحال عندها دابا تقريبا شحال وشي حاجه شحال وشي حاجه كاين تكر رباعي تا هو يلاه طلع رباعي هي رباعي ولكن عاقلين ما كاينش ما تخافهم والله كاين الخير هذا رباعي اه رباعي شوف كيما هذا بالنسبه للتكير زوير كاين 3000 درهم بقى الثمن 3000 درهم تكر ونتوا قلنا الثمن حتى هي 3000 درهم اه 6000 درهم بجوج وكما قلتي اللي بغى شي حاجه ما كاينش مشكل ناديك خو زوين 06 04 47 66 93 هاي بالنسبه لما خصها اي حاجه باقي عندك شي حاجه في الدار ديال كاين مرسيانه كاين كيفاش واحد خاصو الوزير خاصو المعام كلشي كيما تلاحظوا الميره خلينا ديال زوير والله ما يسير خويا تحياتي خويا عمر غنتولعوا اليوم كما العاده ونقربنا من كلشي ومرحبا بالجميع سلام كده خويا عمر الله يبارك فيك غبور كلشي يا خويا يسولوا عليك ايوا حنا غير مع الله كلشي بخير اخويا عمر الله يبارك فيك مزيان خلينا الميره خويا عمر 06 43 68 35 28 هاي بالنسبه لنا قبل ما بغيت تواصل وغنتولعوا كما العاده نشوفوا طورات جداد ومرحبا بالجميع بالنسبه للانستغرام نفس السميه كانت هي في دابو باروت هي كما تلاحظوا دابو باروت ومرحبا بالجميع هما غنتولعوا حتى كما العاده ياك كاين اليوم الجديد باش نبداو نبداو بكوكو هذا لاكولي الزرق ميطاسيون تيطلعوا الكولي زعما تيديروا واحد 14 شهر بحال هكا باش يطلعوا الكولي ديالهم ومعروفين وعندنا هنايا الصولاي كاين وليدات ديالو هذا ديالي مولف عليه تندير له فوليب وكاين عاوتاني حتى اللي كحل هذا بلا ما ندوي عليه شي حاجه اللي قليله 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 بزاف هذا ديالها تقريبا تتكون تريبل ديال النوري نورمال
ماشي ميطاسيون كاين في لاناتور هو كاين في لاناتور اللون هذا ديالك اوكي ما نفهمش حتى في الحجم ديالو كبر من اللوري هما راه نفس الفصيله واللوري باش معروف كلهم تيكون عندهم اللسان ديالهم فيهم بحال واحد اللعبات خارجين باش ياكلوا النكتار ياكلوا بحالهم بحال بحال تيمشي في الورد وتياخذوا النكتار اللي فيه وعزيز عليهم الحلاوه هذه حاجه باش يعيشوا اكثر والطريقه باش تفرق بين الكارون توا فيه الكارون توا تحتاجوا لا دير توا ضروري كتعمل ديك الاكسبيريونس فيهم واخا كتبقى شي شويه ديال ضروري دين باش تعطيك 100% ولا دين براسها تيقول تقول الورقه راه 97% اللي صحيحه ولكن في الحقيقه راه هي واحد 85% اللي صحيحه درنا حنا دوزنا بزاف ديال الفرق وتبقى واحد 15% اللي غلط ممكن نزيد ثاني هو الشكل ديالو كيبقى هذا هو اللون ديالو ياك عمر كيبقى هذا هو اللون اللي مازال شويه طايغه تزاد وتكون عنده واحد الفيولي فاش يكون في الشمس ندوزو هنايا عمر بالنسبه للطايب طايب نوار على دابا 2022 عنده دابا واحد 8 شهور 9 شهور بحال هكا مازال غيصفي اللون غيولي الراس ديالو صافي من هنايا والصدر ما يبقى بحال هكا غيولي حتى هو ابيض كله وهذا اللي شكل بحال ما غيبقاش نهائيا راه طبيعي صافي غتزاد واحد شويه وكاين اللي ما تيعرفوش راه هو الكلون ديال الفراخ اللاعب الحمار عنده واحد اللون الانرجي بوزيتيف بزاف ما تتسالاش بالنسبه للكاركتر ديالو كيبغي يلعب وفيهم تيت نوار وفيهم تيت اورونج والمنقار ديالو ابيض والفوق حتى هو اور الفرق بيناتهم غير في الثمن الاخر زايد شي شويه دابا بجوجهم بحال بحال ما كاينش ندوزو هنايا عمر هنايا عندنا كفله ديال النوري 2023 واحد الدريسي واحد هارون جوج شويه الدريسي واحد راه تنطلقو تيجي عندي مولف بزاف هنايا روزيلا عندنا نيكولو نيكولو روزيلا نوتينو وكاين تمايا الاوبالي جوج هوم بورتور ديال الروبينو يعني البورسنتاج اللي غادي يلعب ديال الروبينو نقدر نقول لك ديال واحد 70% كره هو نوتينو الاوبالي هذه كتبقى كوبل ياك عمر هذه حتى هي كوبل 2023 ونيكولو تيخدم على عام الدوري كاين تيخدم على عام كاين تيخدم على عامين على حساب الوجوديه واش نطلق في الفوليار ولا في الكار ندوزو هنايا عمر بالنسبة هنايا ندو هنايا بالمولينا وندوزو للكوزيت الاخرين كاين هنا عندنا السانشيك ريد فيس كاليتي ديالو زوينة تبارك الله كله محمر كابر بالسوران حتى هو تنطلقو تيجي عندي بالفوليار عندنا البيرلاطا هادي هي اللي تيبغي شي حاجة اللي كالم وما فيهاش غوات ما عليه غير بالبيرلاطا وتجمع تقريبا كاع لي كولوغ في ليميتاسيون كاملين وهي كاينة في لاناتور ماشي ميتاسيون تيكون فيها تيركواز وبيستاش في الدار عاد زيدها الحمر في الصدر ديالها الصدر ديالها تيكون كله احمر بحال الدم والوجه تيكون حتى هو فيه البيستاش والتيركواز ومعروفه سكوتي ما فيهاش الغوت تتولو فعلا مولاها بزاف الكاركتير ديالها هو واعر بزاف ولا التلاطي تكون زايده شي شويه على المولينا نورمال هذه الاناناس ريد فيس هذا السانشيك والسانشيك تيكون خارج من الريد فيس البيستاش اللي خارجه منه بالنسبة لهذا ريد فيس وعندنا هنايا اليويو خارجة فيه تقريبا نقولو تفرع عنده بزاف ديال الريشات في الراس ديالو فيهم الأورونج كابر بالسوران مولف وذكر ما قايدينو في البيض ذكر كيما شفتو هذاك اللي حداه تما هي الكويكر البينو كابر بالسوران ومولف 2023 كاين مازال كويكر ياك هو مازال عندنا هنايا الموتشينو مازال عندنا البلوسيال البلوسيال تيكونوا عينيه حمر انت زرق هو عندي كاين هادو كلهم كابرين بالسوران ومولفين نزولنا يا المولينا هنا تشيركواز هنا عندنا المولينا تشيركواز هادي اللي عليها شي شويه الطلب واللون ديالها هي شي هادي مدرسة كلها كلهم كابرين بالسوران اوكي كتبقى السانشيك تبارك الله في اللون ديالها السانشيك كاليتي طالعه شي شويه عندي واحد السانشيك في الدار الظهر ديالو فيه الحموريه ممكن كما قلنا اللي بغى شي حاجه من هذا خويا عمر خليناها ومرحبا بالجميع تحياتي خويا عمر الله ما يسر ابو بكر خويا تحياتي الله ما يسر ايوب نشوفوا اليوم ومرحبا بالجميع تولعوا كاملين ايوب سلامكم كدا بخير مزيان الله يحفظك خويا النميره ايوب 07 70 15 60 32 هاي بالنسبه للنميره نبداو ايوب بالكالوبسيت وندوزوا للمولينا وكويكر ولكن ما جات لهنا مزيانه ديال البيع ديالو 400 درهم البيع ديالو ها هو كيما قلت لهنا
طلع دوزو البياسه الاخرين ايوب هذا 300 ايزابيل 300 هذا 300 ايزابيل 300 هذا شحال 350 صافي من هذا الكادو صفرنا هذا ايزابيل اللي هنا دوك بقاو 300 درهم كاين هنا مولينا اوبالين اوبالين 1000 او مناد يمكن تقدر تعمل ديال 1200 ياك الفطوم كما قالنا اليوم 1200 الكويكر الكويكر تاهو 1200 درهم الكويكر مفطوم تاهو ان شاء الله وكما قلت هذا شي بيرو شاكولي شوف هذاك بيرو شاكولي اليوم شاكولي باكي شويه بالصور مازال ما تفطمش ريو بالنسبه للثمن ديال ايوب 1700 درهم بالنسبه للشاكولي 1700 مازال هنايا كاين بيروش شوفوا هاد البيروش لوغو ايوب راه هنا الدوك بالنسبه للبيروش يوبا هذا شحال كيبقى الثمن؟ هذا 300 درهم واللي بغا كيما كرم ما كاينش مشكل كاين نفهمو كاين لي زانس كاين الروتر 450 كاين هذا تا هو واحد الدفرة زوينة وكاين لي زانس مفطومين 400 درهم راه مفطوم معليش نقولو 400 درهم هذاك بيرسوناتا 1350 بيرسوناتا 350 هذا شي موديل جديد كدير لي راسو بين هاد الكحلين ياك كتشي هاد الكحلين الاولى من بعد كتشي جناح هنايا ساهله كتخرج جناح اليمين ولا يسار ياك هاي الطريقه كيفاش كتركب بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش عليها فكره هاي كيفاش كتجي بالنسبه لهادي راه كتزير على العبار اللي بغيت تركبها وكتشد لها عاوتاني العبار ياك كتزير هاي الشكل ديالها كتزيرها مزيان راه كتقدر تقلبها عاوتاني وتمشي هنا باش ما تتحرش هاي الشكل ديالها صافي كتبقى بحال هكا هاي الشكل ديالها بالنسبة للثمن ديالها ايوب بالنسبة للثمن ديالها كتبقى خويا 30 درهم 30 درهم ياك كيما قلتي فيها جوج تقدر دير صدريه وتقدر ديرها ديال الباك تحيد الصدريه ماشي مشكل هاي الشكل ديالها كتجي الوسط بين الصدر وياك هاي الطريقة ديالها شكل يديرو صحاب المغني صافي كتجي في الشكل ديالو هايا في المكان صافي كتخرجو معاك فين ما بغيتي بالنسبة اللي ما عندوش الباك هادي كتبقى 30 درهم ديال الصدرية هاي الشكل ديالها كيفاش كتجي على هاد الشكل هذا فالخيط ديالها طويلة شوف الخط خفيف سما السلطة هادو بالنسبه لي صوره جاو تما كايو هاي الشكل ديالها طلع كبار ديال 20 خاص واحد راه احسن راس هو هذا خويا هذا تخدم به كلشي جميع انواع الفراخ ياك 14 احسن راس تمكن به الاره تمكن به الكابور اي فرصه ها هو الشكل ديالو ركبها ايوب تما هاي كتجي على هذا الشكل هذا
وهادو كيجيو حشي ما كتجلد السوق ولا حاجه مع الماء السخون وكذا يقدروا يموتوا الجلد كتبدلهم كيكونوا جوج ياك هادي الثمن ديالها ايوب 80 درهم كيبقى الثمن ديالها هادي المكانه هادي بلاستيك ماشي جاج ياك لا بلاستيك جاج كرطاش هادي كما قلنا كتبقى 80 درهم ياك ليه هادي الخدمه ديالها كما قلنا اللي بغى شي حاجه خويا ايوب النمير ديالك 07 70 15 60 32 هاي بالنسبه للنيره اللهم يسير خويا ايوب كاين شي حاجه جديده في الاولاد هادوك اللي كاينين دابا اللهم يسير خويا ايوب تحياتي خويا محمد غندوزو دويره ونتولعو ونشوف بالضغوات ومرحبا بالجميع سلامك يا خويا محمد كلشي بخير الصحه مزيان الله يحفظك خويا محمد النمره ديالك 07 74 45 23 بالنسبه للنمره ونبداو محمد نبداو هنايا ديامو هادو مدرسين تما ديامو بول هادو قول لي انا كوبلات ياك بالنسبة للكوبلة فينا الكوبلة الأولى؟ الكوبلة الأولى ها هما اللي منهم هما اللي هدا هما اللي تحت هما اللي راسهم هادي كوبلة أخرى هي اللي تحت راس ليموني وهادي اللي تحت هنا شحال كوبلة محمد؟ 500 درهم الجوج كيبقى 500 درهم كوبل هما كيما كيعرفوا هنا كيما قلنا جوج كوبلات ياك هنايا الكاكاريكي الكاريك ديالي 400 درهم الواحد 400 درهم الواحد هنايا هذا الذكر ياك هذا الذكر وشي وايا اللي من هنا هو بالنسبه لهنايا 400 درهم كيبقاو البياسه يلاه بداو الله محمد هنايا لي زانس هادو 250 الواحد 250 الواحد هادو مدرسين تما هادو سوفاج ياك هادو كيبقاو 250 كالوبسات هنا كالوبسات هادي كوكل ديال 500 درهم كتبقى كوبل 500 درهم من شويه هادي هنا الذكر هو اللي الفوق 500 درهم كما قلنا الثمن ياك هنايا الفيرو شاكولي شاكولي هنا كوبلات كاين الفيرو ها هو هذاك الفيرو راه هو اللي هنا في القنجار غنجيو شويه هي اللي تحت منه هذا كي الفوق ونمشيو ها هو هذا تابع نتيوتو ها هذا اللي هنا باي شويه هذا الفايز اللي حدا هذوك الثمن؟ 3000 وحده بعضياتهم وحده بعضياتهم الذكر انت ديالو 3000 الذكر اخر هاو هاو الذكر اخر اللي ورا التركواز هو اللي من هنا ها هو اللي هنا حتى هما 3000 ومشي نشوفوا الذكر وديك اللي في البداله دايرين 3500 هو هذا اللي هنا هذه هي مدريسيه فين هي المدريسيه؟ هذه اللي هنا هاي شحال كتبقى الثمن انت يوم؟ 2500 هاي اللي هنايا ندوزو هنايا الفيرو شاكولي الازرق 3500 كاين هذا اللي هنايا الخضر هذا راه يلاه داخل في البدال عنده تقريبا 7 شهور هذا الثمن ديالو هذا 3000 درهم يا ندريسي كاين هنايا المولينا المولينا هذه ديال 1500 درهم اوبالين بالنسبه للدريساج هنايا الالكساندر الالكساندر هذا التكر هو اللي ما عندي من هنايا شويه اللي من هاي كلها عندي 3500 درهم هذا الكسندر اشينا كوبل فيهم كوبل فينا هي تحت هاي كوبل بالنسبه لهاد الكوبل يا محمد هذه 7000 درهم هذه كتبقى 7000 درهم الكر هو اللي تحت ياك الكر هو اللي تحت شويه اللي هنا هاي كلها تحت المولينا هنا محمد المولينا كلها هادي هادي كوبل كوبل محمد شحال 3200 وهنايا 1400 درهم الواحد بالنسبة للأناناس هنا جابونا محمد هذا صوفاج الثمن ديالو محمد 6000 درهم هذا كيبقى الثمن ديالو لا قول لي ندريسي ياك لا قول لي ندريسي هو كيما قالو
هذا محمد الثمن ديالك؟ هذا كيبقى في الفاس. هذا اللي باغا كيما قلت لك يتواصل مع محمد. الله يهدر تبارك الله. شدوا في يدكم هم؟ زيد طلع. اوكي مزيان. هاكو. هاكو. هاكا مولي حكومي. بارك الله كاين اللوري تاهو اللوري كيبقى كوبل ياك كيبقى تاهي كوبل كاين جونداي كونيور وكيما تلاهو هادو بجوج مدرسين ياك مهم كيما قلنا خلينا ديال محمد الله يسر خويا كيما قلت امين تسلم